السلام عليكم متابعين قناة أمين سيستم. إذن احتل المنتخب الجزائري المحلي المركز الثاني كأغلى المنتخبات المشاركة في كأس العرب، وهذا من حيث القيمة التسويقية. والأكيد تتساءلون من هو في المركز الأول. جاء في المركز الأول المنتخب التونسي بقيمة 20,450,000 أورو، وحل المنتخب الجزائري المركز الثاني بقيمة 15,175,000 أورو. وأعلم بأننا إذا نطقنا المنتخب الجزائري سننطق أيضا المنتخب المصري. يحتل المنتخب المصري المركز الثالث بفارق 1,000,000 أورو، أي 14,057,000 يورو. وجاء أيضا في المركز الرابع المنتخب القطري بمبلغ 13,025,000 يورو. وكان من نصيب المركز الخامس المنتخب الإمارات بمبلغ 10,100,000 يورو. إذن وصلنا لنهاية هذا المقطع. كل التوفيق لكل المنتخبات العربية، وخاصة كل التوفيق للمنتخب الجزائري. نلتقي بمقطع آخر. سلام.